الله يرحمني كان ضحية هذا مستشفى محمد خامس، والله ينتقم من اللي كان السبب. طبيبة تنعيطوا ليها ناعسة، ما كايناش طبيبة، طبيبة كعيطوا ليها لشي سهرة ترقص كومشات، راه ما كاينش ليزان في غميغ، ما كاين حتى شي واحد، كنوحلوا مع السكيريتي كنوحلوا معاه. ملي كاينة حالة حرجة حالة خطيرة ما يبغاش تجي، كاين خويا فقط هو اللي في المستشفى، هو اللي في حالة خطيرة، ما كاينينش عشرة الناس باش غنقولوا الطبيبة غادا تجي غادا توحل فيهم، كاين خويا فقط. كاين شي طبيب كيجي كيشوف المريض سكران، جا واحد سكران مع الصباح سكران باغي يشوف المريض، طالقين لينا حشاك الكلاب كيتمرمدو فينا حنايا، حنا راه بشر، وسكيريتي هو اللي ولا الطبيب. كنوحلو مع السكيريتي، ها العار خلينا ندخلو نشوفو اخونا تخصوها شي حاجه، نمسحو لها فمو بجغمه الماء ما كيخلوناش، تاكت الكم اعطيه غير 5 دراهم كيدخلك. شوفوا من حالنا، شوفوا من حال وليداتنا راه كيضيعوا. اسفي هملتوها، اسفي حتى واحد حتى شي مسؤول كبير ما كيجي الاسفي، كيجيو لها غير الصفاره اسفي. الله يجعل الذنوب اللي ماتوا واللي اللي وقعت لهم شي حاجه على وعلى على هاد الاطباء اللي كاينين هنا وعلى وزاره الصحه. السلام عليكم، انا الاخت ديال دوسه العديل، خويا دار حادثه مع الوحده تاع الليل، عيطوا لنا مشينا طبعناه للسبيطار، لقيناه في واحد الحاله مضروب راسو، رجلو مهرسه مفرشخه ما فيها ما يتشاف، دخلنا عندو خويا كان كيدوي معانا كيشد ليا بيديا كيهضر معايا، كنقول يا خويا عرفتيني، تيدورك عليا بحال هكا كيقول لي عرفتيني بحال هكا، تيجر ليا يديا تنمسح ليه كيدير ليا بحال هكا، كان الحاجه اللي كتألمو كيدي ليا يدي ليها. المهم مني حنا جينا كيقول لك ديروا لي السكانير، كنمشيو كنبغيو نديرو ليه السكانير ما كنلقاوش ليه زمعانه، حتى خويا ما كنلقاوش ليه يهزو، كنتصارغو حنا ونمشاش، راه ما كاينش ليزان في غميغ، ما كاين حتى شي واحد، كنوحلو مع السكيريتي كنوحلو معاه. طبيبه تنعيطوا ليها ناعسه، ما كايناش طبيبه، طبيبه كعيطوا ليها لشي سهره ترقص كومشات، كومشات قعدت رقصت وتشطحت وما عرفت شنو دارت، ولكن مني كاينه حاله حرجه حاله خطيره ما يبغاش تجي، كاين خويا فقط هو اللي في المستشفى، هو اللي في حاله خطره، ما كاينينش عشرة الناس باش غنقولوا الطبيبه غادا تجي غادا توحل فيهم، كاين خويا فقط. خويا درنا ليه سكانير قال لك عنده ايموراجي انتر في الدماغ ديالو شي غير النص، دول مراكش، عيطنا لومبيرونس خلصناها كل شيء، لومبيرونس ما بغاش يهزو، قال لك انا ما نتحملش شي مسؤوليه، خاص الطبيبه تجي دير لي اكسجين اصطناعي باش نديه باش ما يموتش ليا في الطريق. كنعيطوا لديك طبيبه ما كايناش، تصور واش كاين شي طبيب كيجي كيشوف المريض سكران، جا واحد سكران مع الصباح سكران باغي يشوف المريض، والسكران ما عاقش باغي يشوف مريض، دخلنا بغينا نديرو ليه سكانير، سكانير خاسر، ما عرفتش لبقت ليه هزوه صافي راه داروا ليه سكانير دوه، تسنينا حتى الصباح وحنا كنتسناو في هذيك الطبيبه ما جاتش، ما جات حتى لوحده النهار، مني جات سنوا هاد الورقه طبعوا هاد الورقه ديروا هاد الورقه، بقينا واحدين في دوك الوراق، دارت لي داك اكسجين حتى الربعه، قالت لك طاح لي الطونسيون، 5 عطاتو لينا، سدي لي عيني بسبارادرا، معمرينو بليزيباراي، دوه. في غندوه وفينكم انتوما مولي اسفي، في ماشي ميزانية توزين اللي هز المغرب كامل، فين هما فينك وزير الصحة اللي جيتي داك النهار كركموك ودخلوك القنت، ما وراوكش البلايص اللي الخايبة، دوك وراوك غير البلايص مزيانين، تنحملوا المسؤولية لصحاب اصحاب سبيطار محمد خامس اللي اسفي، كنحملوا المسؤولية لوزير الصحة، الله يجعل الذنوب اللي ماتوا واللي اللي وقعت لهم شي حاجه على وعلى على هاد الاطباء اللي كاينين هنا وعلى وزاره الصحه. الناس تاع مراكش قاموا بالواجب، استقبلونا دخلونا للانعاش، كندخل على الطبيبه تتقول يا بنتي راه تسناو شي معجزه، السيد سرح ليه الدم على الدماغ ديالو، نقولوا حنا الدم راسو الرجال اللي خليتوها كتنزف تنتشر لي الدم ديالو في الجسم ديالو كامل، وقع لي نزيف لداخل، تسناو قالت لك شي معجزه، ولين فرض كانت هاد المعجزه وقف خوك غيوقف مشلل،
حشوم عليكم المسؤولين، راه حنا كنموتوا، رحنا طبقة كادحة، حنا رحنا كنموتوا عرق بعرق. حشوم عليكم. واش الاول اهمال طبي ما طلعت لامبيلونس، كان حي خويا الاول حي، هزيتوه وقع ليه النازف مات في البلاصه. هذا ها هو يا ثلاث يومين هو عندكم، ما درتوش حتى شي مجهود، شي مجهود ما درتوش. كنوحلوا مع السكيورتي ها العرق، خلينا ندخلوا نشوفوا اخونا تخصوها شي حاجه، نمسحوا لها فمه بجغمه الماء، ما كيخلوناش حتى كتلكم. اعطيه غير 5 دراهم كيدخلك. وفينكم الاطباء؟ وفينكم عباد الله؟ تشكون بغى يداوي هاد المرضى؟ غيداووهم الاطباء ديال دابا اللي طالع غبي باك صاحبي. جيبوا لنا بروفيسورات، جيبوا لنا اطباء كوف اللي غيقدوا بالمسؤوليه، ما تجيبوش لنا لي ستاجير يتعلموا فينا وفي ولادنا. وزير الصحه شوف من حالنا، راه حنا كنموتوا، شوفوا من حالنا عباد الله، راه ماشي غير الصحه، راه فينا التعليم، فينا هو شحال من حاجه، فينا هو الماء اللي كنشربوه خانز. شوفوا من حالنا ها العار، راه حنا الوزير راه مخدم المغرب كامل وما قايمش بولاد اسفي. شوفوا من حالنا، الله يرحم لكم الوالدين. ها العار محمد السادس لا ما شوف من حالنا، راه اسفي كتموت، كتموت تدريجيا. خويا الله يرحمه مات، ولكن كنشوفوا الناس اللي طالعين دابا، مرا غامره لا بغات تولد كيعود السكيورتي كيضحك عليها. حشومه انت ما والدكش مرا، طالقين لينا حشاك الكلاب كيتمرمدوا فينا حنايا، حنا راه بشر. وسكيورتي هو اللي ولا الطبيب. حشومه هادشي عليكم، حشومه حشومه. جيتي داك النهار وزير الصحه ما دخلوكش للمناطق البلايص اللي خاصك تشوف، البلايص الخانزين، البلايص اللي شراجمهم مهرسين، مريض ناعس والبرد كيدخل من هكا ومن هكا ومن هكا، كيبغى يكون هذا المريض. شوفوا لينا عباد الله، شوفوا جيبوا لينا بروفيسورات، راه سبيطار كبير. صيفطوا لينا الماتيريال، صيفطوا لينا. واش حنا كنخلصوا 800 ريال ما دخلت كتخلص الصندوق وبالتالي ما كيديروا معاك حتى حاجه؟ واش خويا عنده الراميد وخلصنا السكانير وعطيناه من الراميد وخلصنا السكانيرات وخلصنا الامبيلونس وخلصنا التصاور وخلصنا الحشومه؟ هاد الشيء راه عيب عليكم، راه حشومه. شوفوا من حالنا، شوفوا من حال وليداتنا، راه كيضيعوا. اسفي هملتوها، اسفي حتى واحد حتى شي مسؤول كبير ما كيجي لاسفي، كيجيو لها غير الشفاره. اسفي اسفي راه احسن مدينه هي اسفي، اسفي راه يلمك في المغرب كامل بوزيناتها. راه حشومه، راه حشومه. كنطلبوك محمد السادس الى ما شوف من مع المسؤولين، شوف مع وزير الصحه، شوف مع وزير التعليم، شوف راه حنا كنضيعوا والماء كنشربوا خانز. راه حشومه عليكم، حشومه عليكم. راه اليوم مات خويا وغدا غيموت هادي، وغدا غيموت هادي، وغدا غتموت هادي، وغدا مره نفيسه ومره دري صغير. وخويا اللي شاب باقي في مختبر العمر هو اللي عاد مهمته، بقى عاد مهمته خليته يضيع كيموت. حنا راه عارفين السياسه ديالكم، عارفينكم شنو كتخدموا، عارفينكم، ولكن ساكتين ما باغينش نديروا فتنه. راه شباب اسفي الله يعمرها دار، ولكن لا شيطانات، راه حنا الامهات كنهدنوا وليداتنا كنسكتوهم، ولكن شوفوا من حالنا، شوفوا من حالنا قبل ما تنوض شي فتنه في هاد اسفي. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. وزير الصحه ولينا كندفعوا ولادنا للموت باش ما يبقاوش في هاد اسفي، ما فيها خدمه، ما فيها مقابلات، ما فيها تطبيب، ما فيها تدريس، ما فيها والو. والله يرحم خويا، والله يرحم اللي كان ضحيه لهذا المستشفى، الله يرحم اللي كان ضحيه لهذا المستشفى محمد الخامس. والله الله ينتقم من اللي كان السبب يا ربي. وشكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.